ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 84 سنتا ليبلغ 85 دولارا و74 سنتا للبرميل. وفي أسواق الطاقة العالمية ارتفعت أسعار النفط وسجل خام برنت أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بدعم من المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكين النفط في العالم وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب. وارتفعت أسعار خام برنت 71 سنتا لتصل عند التسوية إلى 83 دولارا و98 سنتا للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا ليبلغ عند التسوية 80 دولارا و6 سنتات للبرميل.